ايه اهم تغير على المستوى العالمي اللي حضرتك شايف ان احنا علينا نبقى مهتمين بيه النهارده؟ تغير شكل العلاقات العلويه بين القوى الكبرى. يعني انا شايف دلوقتي انه العلاقات بين الصين والولايات المتحده الامريكيه مش في حاله حرب بارده بالمعنى السياسي، لكن حرب بارده بالمعنى الاقتصادي. في حرب تجاريه كامله يعني. تجاريه كامله. ومنطقه بحر الصين والمنطقه دي والكورياتين وكل ده احنا داخل في اطار العلاقات. قبل العيد كنا بنتكلم على اسعار الذهب في مصر وانها نطه كبيره جدا. فكان معانا احد المتخصصين من تجار الصاغه ولا ايه؟ من من غرفه ال يعني دمغه والصاغه ولا مش فاكر التايتل بالظبط، مش فاكر اللقب بالظبط. المهم ان هو قال لي انه نطه الذهب في مصر بسبب قرارات دونالد ترامب باتجاه الصين. طبعا يعني قرارات ما بين الصين وامريكا بتاثر عندنا على اسعار على السعر ده. صحيح. هل ده التغير الاكبر؟ العلاقات ما بين السوبر باورز، ما بين القوى الكبيره؟ التغير الاكبر يعني مثلا نشوف اقتراب بريطانيا من الولايات المتحده الامريكيه. ما ده مستمر. بدا يحدث. لا يعني دلوقتي احنا في تيرنينج بوينت، يعني في نقطه التحول. يعني البريطانيين بيقول لك انا احسن لي ان انا اولي وجهي تجاه الاطلنطي من الناحيه الثانيه بدل ما ابقى مع ولا افضل القارة. مع الاتحاد الاوروبي. واخد من الاتحاد الاوروبي اللي اقدر عليه برضه. جيراني وانا جزء منتسب لاوروبا بشكل او باخر، لكن انا لي علاقات ثقافيه وتاريخيه وسياسيه قويه جدا بالولايات المتحده الامريكيه. على المستوى السياسي هو ايه اللي بيحصل؟ يعني بالنسبه مثلا لوزاره الخارجيه. وزاره الخارجيه يعني انت بتعمل شايف تدهور علاقه ماكرون بترامب، علاقات مش كويسه ابدا. وزاره الخارجيه في مصر بقى بتتعامل مع التغييرات دي ازاي؟ يعني في مطبخ الخارجيه المصريه. شوف والله انا عايز انصف السلك الدبلوماسي المصري زي ما دايما ننصف الجيش المصري، الاثنين جناحي لحياه سياسيه في الناحيتين. الخارجيه المصريه بتحاول قدر الامكان ان تكون مرتبطه بالعالم وتطوراته، ولدينا عناصر قادره جدا في كل المستويات. يعني هل احنا النهارده، معلش سؤال من راجل ما مارسش الشغلانه دي وما يعرفش عنها كتير، يعني هل احنا النهارده عندنا في الادارات المختلفه في وزاره الخارجيه؟ حضرتك الاسبوع اللي فات كنت بتكلمني على الاستراتيجيه بعيده المدى. عندي في الادارات في الخارجيه المصريه النهارده تصور عن ايه اللي هيحصل في الانتخابات الامريكيه مثلا في سبق ال 13 شهر اللي بدا ده؟ بالتاكيد عندي تصور عن بوريس جونسون 31 مارس هيخرج ولا مش هيخرج؟ عندي قطاع او اداره اسمها اداره التخطيط السياسي، وتولاها ناس مهمين طول عمرها من عبد الرؤوف الريدي لاحمد ماهر السيد الى اخره. عندي اداره كان اسمها الهيئات الدوليه اللي هي القطاع الدولي في العلاقات الدوليه بيرصد، وبرضه اتعامل معاها وعندي قطاع اسماء بارزه اوروبي جدا. وعندي قطاع الامريكتين وعندي قطاع كل قطاع من القطاعات دول. والله على عيني وعلى بيشتغل. راسي سؤالي، فعلا سؤال على عيني وعلى راسي جدا، بس هل فعلا التقارير اللي بتطلع من المؤسسات من الـ الادارات دي بيبقى ليها تاثير في صناعه القرار السياسي المصري الخارجي؟ بالتاكيد انا ان في فعلا تعاون. ببقى يعني انا عايز اقول لك في مثل هذه الموضوعات في تعاون بين الجهاز الدبلوماسي العلني والجهاز الدبلوماسي الخفي. يعني ايه بقى؟ انا ليا برضو اجهزه اخرى بتعمل مع الخارجيه طبعا تقدير موقف وموجوده لكل حاجه. تقدير الموقف، ودول بيتعاونوا في انهم يقدموا لصانع القرار تصورات معينه. يعني مثلا الرئيس رايح الولايات المتحده الامريكيه في الدوره الجايه للجمعيه العامه، لازم توضع امامه يكون النهارده او صوره الكلام ده مثلا كامله. بيحصل في الاسبوع الاخير من سبتمبر. بالظبط. تصور استراتيجي يكون النهارده للتحولات بيتحط له اللي حصلت. مثلا تقرير بيقول له مين اقوى المنافسين المحتملين لترامب. بالتاكيد. ونتعامل معاهم ازاي؟ طبعا يعني لو كان الرئيس عادي كان لما راح ايام انتخابات مسز هيلاري كلينتون وترامب كان شاف هيلاري ومشي. كانت الناس كلها مش متصوره ترامب ده ابدا. اعطى له الفرصه والتقى بيه والكيمياء اشتغلت وافادت مصر. يعني قول في ترامب مثلما كيفما تشاء. مفهوم. قد يكون ضار دوليا وعربيا لكن بالتاكيد في موقفه الداعم لسياسه مصر في بعض الاتجاهات هذا امر ايجابي.